السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها التصريح المغربي فوزي لقجع بسبب إعلانه أن بلاده المغرب ستنظم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 حتى قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن البلد المنظم لهذه البطولة، وبعد هذه التصريحات رفع الاتحاد الجزائري شكوى لدى الكاف وقال حفيظ دراجي بهذا الخصوص. مصادر أخرى من الاتحاد الإفريقي أكدت أن باتريس موتسيبي أصبح في موقف حرج لا يحسد عليه بسبب تصريح فوزي لقجع الذي أكد من خلاله أن قرارات الهيئة القارية تتخذ خارج هياكلها ومؤسساتها الشرعية المخولة باختيار البلد المنظم، ولا يمكن استعادة المصداقية سوى باتخاذ قرار مخالف عن الذي صرح به رئيس الاتحاد المغربي. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذه القضية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.